رجعت لنا مره ثانيه بعد الفاصل عشان نستقبل النهارده فريق او جهاز كره اليد لقطاع الشباب والناشئين في النادي الاهلي، محققين انجازات كويسه ومحققين بطولات كويسه، محققين بطولتين مهمين بالنسبه لهم، بطوله منطقه القاهره لمواليد 2004 ومواليد 2002. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار اللي معانا النهارده، كابتن خالد عبد الفتاح مدرب فريق 2004 للشباب في النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك. مبروك كابتن خالد. الله يرضى فيك كابتن خالد، مبروك للنادي الاهلي كله ان شاء الله. ومعانا الدينامو، دينامو فعلا من ساعه ما كنت بلعب بصراحه وهو دينامو، الكابتن وائل الداجن مدير اداري قطاع الشباب والناشئين في النادي الاهلي. كابتن وائل مساء الخير. مساء النور يا كابتن، زي حضرتك. الله يكرمك كابتن. دينامو طول عمرك. الله يخليك كابتن. لا والله يعني الشغل برده مع الدرجه الاولى غير ما تشتغل مع القطاع الصغير يا كابتن وائل. اه طبعا اختلاف كبير جدا، قطاع الناشئين غير الدرجه الاولى. الدرجه الاولى شغل 24 ساعه ما بتنامش. لكن قطاع عكس. لا لا بالعكس والله، الدرجه الاولى اصعب بكتير من الناشئين. ليه بقى؟ ليه؟ لان كل لعيب وراه قصه وحكايه، جيش وسفر واقامه، قصص وتعليم. لكن الناشئين هو كل قصته في التعليم والملعب بس. بس مشاكل برضه اولياء الامور بتكون كتير يا كابتن. بنسيب على الجهاز الفني بقى مالناش دعوه بيها. كابتن خالد بنبارك لك اولا على بطوله 2004. الله يرضى عليك يا خالد. قول لنا البطوله مشت ازاي؟ يعني ماشيين النادي الاهلي بدا يستعد ليها ازاي وبدا يمشي في البطوله ازاي؟ والله يا كابتن خالد احنا البطوله دي بتاع بطوله 2004 احنا ابتدينا بيها بتعليمات طبعا من الجهاز الفني عندنا، رئيس الجهاز كابتن في المتواجد حالي في الوقت دوت الكابتن عاصم حماد، ورئيس القطاع كابتن احمد سالم. كان توجيهاتهم لنا في القطاع الناشئين ان البطوله مهمه جدا لفريق 2004 وبرده بالاخص برده فريق 2002، لان 2004 بقى لها خمس سنين ما حرزتش ميداليه، في ما خدش اي ميداليه ذهب من خمس سنين. فربنا كرمنا يعني واشتغلنا وخدنا تعليمات كويسه جدا منهم، وانا عن نفسي كخالد عبد الفتاح استفدت منهم كتير جدا في تعليماتهم. مشيت عليها وربنا كرمني وكل تعبنا انا واللعيبه والاداري، وكابتن وائل تعب معانا كتير جدا بصراحه في الموضوع دوت، وربنا كرمنا وخدنا مركز اول في منطقه القاهره. تمام، ازاي قدرت تحول حاله الخساره لحاله مكسب؟ اكيد ده بيتطلب حاجات معينه تقدر تعملها مع اللاعبين، جلسات او تدريب معين او ايه بالظبط؟ والله يعني برضو اللي احنا عملناه مع اللعيبه، احنا تعرف حضرتك موضوع النادي الاهلي يعني بالنسبه لنا ده كيان كبير، يعني لازم يعني تنقل الموضوع من اللي انت ككبير فهمته وانا كتعلمته برضو منكم ككبار لما جيت عليكم من النادي الاهلي، انقل الموضوع للشاب عندي. فانا لازم اشتغلنا الاول على موضوع انقاذ الذات، موضوع الثقه بالنفس، موضوع ان انت ازاي تبني شخصيه اللعيب، روح الجماعه، ازاي تبقى انك تزعزع ثقه المنافس قدامك. فمشينا على الكلام ده كله الاول مع اللعيبه، وعملنا مباريات وديه، عملنا حوالي 8 مباريات وديه، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 8 مباريات. وكان ليا موضوع كده مع اللعيبه وحطينا تارجت لينا ان احنا لازم السنه دي ان شاء الله نبقى الفريق اللي لم يهزم اي مباراه. هي فقلنا التارجت بتاعنا حوالي نخليه الموسم دوت لو وصلنا ل 30 40 مباراه ناخد التارجت ده معانا نمشي بيه. فلما خدنا وحسبنا الثمان مباريات دولت منهم في اللي هم الوديه، وربنا كرمنا ولعبنا 12 مباراه رسميه وصلنا لرقم 20 من غير اي خساره. فده كان تارجت كويس جدا اللعيبه حققوه. فطبعا ربنا كرمنا ولعبنا نهائي المنطقه وخدنا البطوله. فربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي، لان عندنا بطوله كاس مصر وعندنا بطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله. كابتن وائل اكيد في تعاون بين الجهاز الفني وتعاون بين الجهاز الاداري بقياده كابتن احمد. بنكمل بعض الحمد لله. بتكملوا بعض. حاطط فيكم حاجه السنه دي، بلاحظ دايما في كل مبارياتكم كلكم ورا الفريق اللي بيلعب، يعني مفيش مدرب بيروح لوحده ومفيش اداري بيروح لوحده، لا كل الاداريين معاهم، كل المدربين معاهم. روح النادي الاهلي روح جميله. اه طبعا الكابتن احمد سالم كرئيس قطاع هو من اول موسم غارس فينا الحته دي، ان احنا كلنا بنقف ورا الفرقه بتاعتنا ايا كانت، من اول 8 سنين لغايه اكبر فرقه في قطاع الناشئين، لازم كلنا متواجدين، كلنا بنقف ورا الفرقه، اللي محتاج حاجه على طول بنعملها له، كل حاجه بنبقى كاسره واحده زي ما النادي الاهلي معودنا دايما. مستمر برضه اللي تقول لي ان قطاع الفريق الدرجه الاولى احسن من فريق ال مش احسن، اصعب 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 في الشغل، اصعب اصعب كتير. انا شايف ان ده يعني ممكن يكون اسهل الشغل تحت عندكم في الاداريين، لكن في الناحيه الفنيه هي الاصعب، لان هي ناحيه تعليم اللاعبين مهارات معينه.
طبعا عندنا في السن الصغير انك تنشئ لعيب ازاي تعده مهاريا وفنيا تكتيكيا خططيا، ازاي انك تنقله من مرحله الصغر اللي هو لسه طالع من ملعب صغير لملعب كبير، ازاي يفهم انه لسه طالع من ملعب 4 لعيبه وبعد كده في ملعب 5 لعيبه والملعب الكبير اللي هو بتاعنا اللي هو 6 لعيبه. النقله دي نقله صعبه، يعني النقله دي بالنسبه له هو بيبقى عنده ارتباك في الموضوع خالص، يعني هو في ملعب مرتبك. فلما احنا بنحط له خطوط بيمشي عليها، طبعا الكلام ده كله برضو على الطريق بيبقى برضو جلسات مع كابتن احمد، وكان الجلسات دي برضو مع كابتن عاصم قبل ما يمشي. وبصراحه برضو جه كابتن عمر دلوقتي برضو تدخل في الموضوع بسرعه واحنا ما حسيناش ان في حاجه حصلت. كلهم ولاد النادي الاهلي، كلنا بنغني في النادي بالظبط، واحنا هم علمونا كده واحنا متعلمين كده، فطبعا بنغرس كده جوه اللعيبه برضو. فطبعا الموضوع برضو اللعيب في جوه النادي الاهلي احنا لازم نفهمه يعني ايه الانتماء للنادي، ونفهمه يعني ايه ان ازاي بينكر ذاته من اجل فرقته. فالحاجات دي بتساعدنا كتير جدا لما نيجي ننقل المهاره او للعيب. فالموضوع المهاره الفنيه والكلام ده كله ده حاجات صعبه جدا، فلازم لما نيجي ننقلها للعيب لازم احنا نشرحها له ونوضحها له ويشوفها، وبعد كده نشتغل عليها في الملعب واللعيب يقوم يأديها ان شاء الله. وائل اكيد مباراه بتعدي عليكم، بس في مباراه وانت رايح بتكون قلقان منها كإداري كراجل ماسك الفرق، بتكون حاسس ان الفرقه ممكن النهارده يبقى في مشاكل في المباراه. قول لي اي مباراه النادي الاهلي كان عامل حسابها في مواليد 2004؟ احنا دايما بنعمل حساب كل الفرق، بس في فرق معينه الواحد بيبقى عارف ان هم يعني النهائيات عامه يعني دايما لما بتلعب على النهائي، يعني احنا لعبنا النهائي السنه دي في بطوله منطقه القاهره دي مع نادي مدينه نصر. نادي مدينه نصر السنه دي عامل طفره فالدنيا معاه كويسه، فاحنا رايحين مش قلقانين، عاملين حساب للمباراه. واحنا في البطولات الهاندبول دايما بنلعب 3 ايام ورا بعض او 4 ايام ورا بعض او ساعات يومين ورا بعض كدورات مجمعه، فدي طبعا بتقلقنا من كتر الاصابات. بس الحمد لله السنه دي الكابتن خالد كان عامل شغل كويس في الفرقه، وفرقه 2002 الحمد لله برده كان فيها شغل كويس، وقدرنا نعدي على النهائي بسهوله ان شاء الله. يعني انت شايف الوقت مدينه نصر كانت اصعب مباراه بالنسبه لفريق النادي النهائي؟ النهائي النهائي. طب ما كان في طيران اعتقد برضو، طيران نادي كبير يعني الطيران في مواليد 2004 ما كانش زي كل السنين اللي احنا متعودين عليها، ونادي الشمس برضو عنده فرقه جامده جدا في 2002 على طول كسبانينهم 3 مرات السنه دي، وعاملين احمد سمير بصراحه عامل شغل كويس جدا. عامل شغل كويس، ما جاش ليه صايم احمد سمير؟ معلش عنده ماموريه خارج القاهره بس. خالد لازم لما يكون ابطال عندنا بيعملوا انجازات كويسه لازم تتعرف عليهم عن قرب. اسماء اللاعبين اللي بتلعب معاك، حافظ اسماء 25 لعيب اعتقد. 21 لعيب ومن اسبوع كان بقوا 22 لعيب. يعني 22 لاعب. 22 لعيب. حافظ ما طبعا كلهم اساميهم واسامي الشهره بتاعتهم. عايزين نتعرف عليهم كده لو تقدر. من ليفت وينج عندنا ريشه، وعندنا سعيد، عندنا امجد، عندنا اوشا ولاشين، عندنا في الباك ليفت بلال ابراهيم وبلال احمد وجزار، عندنا في الهاف وائل وسيف، وعندنا عمر ياسر برضو بيلعب في الباك ليفت. طبعا احنا الفرقه عندنا بينقصنا بعض الشيء في موضوع في الباك رايت، فبيسد في الناحيه اللي بيلعب الشمال. فبينقصنا في الحته دي يعني الاشول، فبيسد في المكان دوت اللي هو سيف وعمر الجزار. وعندنا في ناحيه الوينج رايت عندنا لعيب وحيد بس اللي هو اشول اللي هو محمد اسامه. فرود عندنا صانو، عندنا هشام. وفي الاجوان حراسه المرمى عندنا هادي حسن ومصطفى ومهاب ومهاب محب وعندنا احمد حسام. كلنا حسام اساسا، ودول على كل دول حراس المرمى. ايه عندك وحراس المرمى في كره اليد اختلفت زي ما شفنا في اخر بطوله عالم، حراس مرمى مصر كانوا عامل مؤثر جدا في اخر مباراه. حراس المرمى عندك؟ والله انا دايما بقول ان انا من غير حارس مرمى او حارس مرمى لو الفرقه ما فيهاش حارس مرمى كويس الدنيا يعني ما بتبقاش مش كويسه. فكابتن احمد بصراحه يعني موفر لنا 2 مدربين حراس وشغالين بصراحه مع اللعيبه كويس جدا، وهم بصراحه يعني جم في الماتش النهائي ادوا اداء كويس جدا يعني، وكان ليهم دور كبير جدا في المكسب بتاع النهائي يعني. والاخص برضو كان ليهم دور كبير جدا اكتر في ماتش الجيش.
في ماتش الجيش. كابتن وائل، لو اتكلمنا على اولياء الامور، عنصر مؤثر جدا وعنصر حيوي جدا في قطاع الرياضه مش زي زمان واحنا بنلعب وحضرتك معانا، ما كانش الموضوع ده موجود، ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف ان بقى ولي الامر كل تمرين موجود، كل مباراه موجود، بيسافر ورا ابنه في كل مباراه. طبعا انت عارف ان الضنا غالي اساسا، ف الضنا غالي جدا جدا طبعا. كل يعني احنا مثلا عندنا ماتشات في المنيا الاسبوع الجاي، كل اولياء الامور من دلوقتي عمالين يحجزوا في المنيا وبيكلموني اللي انا احجز لهم، وفي الفعل زي ما الكابتن خالد بيقول حجزوا فعلا، نروح اسيوط يروحوا. مشاكلهم ان الولد ما يلعبش، دي مشكلته، بس طبعا يلعب او ما يلعبش دي طبقا للرؤيه الفنيه بتاعه المدرب. ما نقدرش نفرض على المدرب، انت عارف من النادي الاهلي اي مدرب في النادي الاهلي بيشتغل براحته بالذات في الامور الفنيه. هي خلينا نقف عند نقطه عدم اللعب دي ونخرج، يعني قبل ما نخرج الفاصل نقف عند عدم اللعب، لان في كلام كتير عايزين نتكلمه مع كابتن خالد بالذات. خلينا نخرج لفاصل ونرجع مرة تانية على عدم لعب الولاد أو اللاعبين الصغيرين. قبل ما نطلع فاصل وقفنا عن عدم لعب الولاد وهي دي بتبقى مشكلة أولياء الأمور، خلينا نواجه السؤال ده الكابتن خالد عبد الفتاح مدرب فريق 2004 لكرة اليد الشباب في النادي الأهلي. كابتن خالد، بتعمل ده ازاي او بتقابل ده ازاي؟ والله انا موضوع اولياء الامور دوت انا ما بتدخل يعني بتدخلش فيه كتير، لان الكلام دوت مع الاداري يعني مع الكابتن وائل المدير الاداري بتاع الفريق. انتوا بتبصوا لبعض ولا فانا لا بتبصوا لبعض يعني، بس انا يعني هنبيع عندك انا بصراحه. بص كابتن خالد، موضوع لعب الاتحاد الحمد لله السنه دي تدارك الحته دي في ان هو عمل ثلاث اشواط زي السنه اللي فاتت، بس ادانا ميزه ثانيه. ايه الميزه؟ الميزه الثانيه اللي انت في الشوط الثالث مش محتم عليك اللي انت تلعب بال20 لعيب بس اللي هم متسجلين في الفرقه. ممكن تخرج اربع خمس لعيبه وتحط مكانهم ثاني. فالفرقه اللي فيها 25 لعيب او 22 لعيب ما بنواجهش مشكله. كل اللعيبه بتلعب في كل الماتشات. إيه احنا المشكله عندنا في ال30 لعيب. في ال 30 لعيب مشكله في ال 30 مشكله كبيره. انا عن نفسي انا كخالد يعني فرقتي ما عنديش اي مشكله في اي لعيب. انا اللي عندي 21 لعيب و22 ال 21 بيلعبوا كل مباراه، كل الماتشات، كل مباراه ما فيش لعيب عندي ما لعبش الا مباراه واحده فقط لا غير. الماتش المباراه النهائيه لعيب واحد بس ما لعبش بيها هو بس. لو كان حاجه فنيه انا عندي حاجه في تخصني يعني حاجه بتاعتك ومش مشكله، لكن قول لي كابتن الفريق اسمه ايه؟ كابتن الفريق اسمه محمد حسن حسين يعني دوت يعني ده بالنسبه لي هو خالد عبد الفتاح جوه الملعب. جوه الملعب طبعا. اي ليش معنى؟ بيقدر ينقل بينقل اللي في دماغي للفرقه لما احنا مثلا مسافرين، ودي اول سفريه للفرقه معايا في المنيا. انا بقعد معاه جلسات قبل ما نسافر، يعني ايه ازاي نقعد في المطعم، ازاي هنشرب، ازاي هناكل، ازاي هننام، ازاي احنا رايحين في كل لعيب كل لعيب سفير النادي الاهلي في المكان اللي رايح طبعا، حتى واحنا ماشيين في الشارع ازاي هنمشي، ازاي هنعمل كل دوت لازم يفهم. بنعده ازاي يعني لعيب بنحضره ازاي يبقى في الدرجه الاولى. دي حاجه يعني مهمه جدا. يعني انا عندي تارجت السنه دي مع نفسي ان انا يعني ماشي مع نفسي كده، ان انا اقول للكابتن محمد عادل مدرب منتخب 2002 انا لازم ياخد من عندي اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه لمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله في المرحله ان شاء الله باذن الله. كابتن وائل، البطولات بتعدي وبيبقى تاريخ، ايه اللي احنا جايين عليه كمان في قطاع الشباب في النادي الاهلي او الناشئين في النادي الاهلي؟ احنا لسه دي تعتبر اول بطوله لينا في الموسم. كويس. لان انت عارف عشان كاس العالم، وبنحب نبارك لمنتخب مصر طبعا عشان كاس العالم ولحضرتك. احنا دي اول بطوله في الموسم، بطوله المنطقه. عندنا بطوله كاس وبطولة الجمهورية لكل فرقة 2002 وال 2004 و 2005، فان شاء الله نشتغل عليهم وناخد كل البطولات زي ما النادي الاهلي دايما معودنا ان احنا ناخد الثلاث بطولات في الموسم. بطولات كتيرة بتكون مؤثرة، لكن احنا النهارده خلصنا منطقة القاهرة، ايه البطولة اللي انت حاطط عليها الهدف القوي بالنسبة لكابتن خالد عبد الفتاح؟ ان شاء الله البطولتين، الكاس مصر وبطولة الجمهورية ان شاء الله، لان عندنا يعني فرقة زي ما بيطلق عليها الفريق العنيد، فرقة سبورتنج. دي الفرقه دي متربعه على عرش كره اليد المصريه في جيل 2004، بقى لها خمس سنين بتاخد البطوله. فده الهدف بتاعنا، ان احنا ناخد البطوله ان شاء الله السنه دي من نادي سبورتنج. وفريق سبورتنج فرقه محترمه ومدرب محترم، نادي محترم، فبالتالي دي منافسه في كره اليد، منافسه شريفه.
فاحنا كما تعودنا جوه النادي الاهلي احنا بنلعب على الاول. فاحنا التارجت بتاعنا مش السنه دي مش البطوله اللي احنا خدناها ده خلاص صفحه وقفلناها. احنا بصينا على البطولتين وبصينا عليهم كويس جدا يعني واللعيبه بصه كويس جدا على الموضوع كويس يعني. تمام كابتن وائل، ايه رايك في منتخب مصر؟ حاجه تشرف، حاجه رفعتنا كلنا، حاجه تشرفنا بالذات الناس الجديده. الاحلال والتجديد جه في وقته، اللعيبه الجداد اللي ظهروا مع منتخب مصر عملوا طفره كبيره، اللعيبه القديمه احمد الاحمر وهاشم وعلي زين واسلام ساندوا اللعيبه الصغيره زي كريم ايمن زي محمد خالد الجديد، كل اللعيبه القدام مع اللعيبه الجديده عملت طفره في كره اليد ان شاء الله وعلت من اسهم كره اليد في مصر وخارج مصر. والنهارده كان في ماتش كاس مصر الاهلي وبورسعيد والشرطه. الاهلي والشرطه صح؟ بس للاسف احنا مشينا. كسب كسب. النادي الاهلي لعب النهارده مباراه في كره اليد للرجال في كاس مصر بدون الدوليين لاعبين الدوليين وكسب الحمد لله اتحاد الشرطه في دور 32 31 18 مظبوط كده. كابتن خالد شفت بطوله العالم ازاي وتاثيرها على الوسط لكره اليد في مصر او تاثيرها على الشعب المصري؟ والله كره كاس العالم احنا اصلا كلنا كمدربين او في مصر او اداريين او محبي كره اليد المصريه يعني احنا بصينا لها بصه كويسه جدا واستفدنا منها كتير. والاستفاده الاكبر ان احنا جبنا مدرب خواجه من بره، والمدرب الخواجه بصراحه فتره قليله جدا قدر ينقل نقله كبيره للمنتخب ويقدر يوصل فكر اوروبا للمنتخب المصري. تعبنا في اول ماتش او تاني ماتش وتالت ماتش شويه لكن بعد كده ما حسيناش في فرق. الفرق دوت انا ممكن الاول انا كنت واحد من الناس ان انا مثلا مش عاجبني الاداء، بعد كده اقتنعت ان هو عنده عاجبني صراحتك. انا اتكلم بصراحه يعني هو عنده حاجه عايز يعملها. لما حصل اللينك بينه وبين اللعيبه بصراحه احرجنا كلنا. انا واحد من الناس بقول له هايل فوق الهايل يعني فوق الهايل فوق الهايل، وكان اختيار موفق جدا من الاتحاد لديفيد بصراحه. هايل هايل الموضوع ده. لقطه مهمه قوي في بطوله العالم بين عصام الطيار و علي علي زين علي، شفتها ازاي ودي لعيبه النادي الاهلي بيعملوا الحركه دي؟ بص انا كنت متوقع بس لان انا طبعا علي زين وعصام معاشرهم من سنين. ولادك ولادي يعتبر يعني. عايز اكبرك. لا 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 هم من سنين. علي طبعا من اول ما بدا وعصام من اول ما بدا اشتغلت معاهم كتير جدا، بس انا متوقعها من علي لاني عارف علي كويس. علي بيحب دايما ان هو يأسر اي حاجه على زمايله اكتر منه. وكانت لقطه جميله ودول ولاد النادي الاهلي. هو عندنا علي زين مع عصام الطيار وعندنا كابتن حسام غالي وكابتن عماد بيتعب، عندنا لقطات كتيره اتعملت في فرق النادي الاهلي وهي دي روح النادي الاهلي. كابتن وائل تقول للجمهور للمرحله اللي جايه باذن الله تقول لهم ايه؟ جمهور النادي الاهلي ساندوا النادي، ان احنا من غير الجمهور بصراحه انا بحس ان احنا ولا حاجه يعني. انا وانا بلعب اصلا لما بسمع صوت الجمهور انا ممكن يعني كنت بحس ان انا حصان في الملعب عايز اكسر الدنيا. النادي الاهلي الجمهور بالنسبه له حاجه كبيره يعني. احنا بالنسبه لنا احنا انا واحد من الناس انا بحب الجمهور جدا يعني. ومن دلوقتي انا عمال من ضمن شغلي ان انا ازاي افهم اللعيب ازاي انت من كام يوم بيلعب والده ووالدته بيسقفوا له بره، النهارده الجمهور هو اللي هيسقف له، الجمهور اللي هيناديه، الجمهور اللي هيبث فيه روح المكسب. فالموضوع الجمهور ده يعني بصراحه يعني انا واحد من الناس انا بنادي بيه بصراحه يعني. يا رب ان شاء الله قريبا جماهير النادي الاهلي او جماهير المصريه ترجع ارض الملعب تاني، لان احنا داخلين على بطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم لازم هتلعب بجمهور ولازم الجماهير هتخش. خلينا نبدا ونحاول ونروح ان الجماهير تخش ان شاء الله كل الملاعب كل الصالات حتى لو في سلبيات قليله شويه، لكن خلينا نبص على الناحيه الايجابيه في الجماهير ان الجماهير هي عصب الرياضه المصريه. كابتن وائل شايف التعامل في الناحيه الاداريه داخل النادي الاهلي، هل عندك حاجه عايز تقولها مثلا مشاكل بتحصل حاجه ولا رايك ايه؟ بصراحه انا في شغلي كاداري في النادي الاهلي انا بقالي زمن في النادي الاهلي طبعا وفي منتخب مصر النشاط الرياضي عندنا بصراحه موفر لنا كل حاجه يعني مفيش حاجه بتطلبها. ساعات حاجات بتقف بس دي طبقا للوائح بتاعه النادي. احنا في لائحه في النشاط الرياضي بنمشي عليها، احنا لما بنحب نعدي اللائحه او بنحب ناخد حاجه اكتر من حقنا بصراحه الناس بيتفهموا معانا جامد جدا. كابتن رؤوف عبد القادر ما بيأخر. تقول لي كابتن رؤوف عبد القادر ايه؟ قول له شكرا على اللي عملته ومستنيه. طبعا. طبعا
شكرا على اللي بتعمله معانا ككره يد، وبشكر الدكتور ياسر نصير برضو، وان هم مستنيين منهم لسه حاجات تانية كتير. ولما نخش بقى في معمعه الموسم نفسها، انت عارف التوقف بقى له كبير قوي، فاول ما هنخش بقى هننط في المكاتب كتير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هنرجع له تاني. خالد، شايف عندنا عصام الطيار وعلي زين واسلام حسن والمصري، شايف الفرقه عندك لعيبه تقدر تعمل ده؟ احنا بنبني كده، احنا بنعمل كده، بتعمل كده، دي التوجهات لينا لكده. بصراحه توجهات من الجهاز فوق لكده، ان احنا نعمل لعيبه يعني تقف بالنادي الاهلي. وعندنا الكلام ده حاصل عندنا بالفعل، وممكن اديك مثال لكده يعني. ولكن بتكلم فيه بكون لحضرتك برضو يعني، كنت حارس مرمى نادي الاهلي لسنين طويله وحارس منتخب مصر. عندنا النهارده في نادي الاهلي عندنا عصام الطيار مواليد 96. عصام الطيار 96 معناها 22 سنه. ممكن ربنا يطول في عمره ويديله الصحه الولد يعني. هيقعد قد ايه يعني يلعب؟ ممكن يلعب. عمل حاله كبيره في مصر. حاله كبيره. طب مين اللي طالع وراه؟ عندنا طه مواليد 98 وجون هايل وجون منتخب مصر الاول. عندنا الجون الثالث حميد مواليد 2000 برضه جون منتخب مصر، وجون منتخب مصر وجون الاول. فعندنا حاله في حراسه المرمى جوه النادي الاهلي تقدر تكفينا. انا بقولها من وجهه نظري، تقدر تكفينا لمده 16 سنه ما فيش حارس. ودي ممكن نقول تاثر بالسلب بقى حاجه ثانيه على اللي بعد كده شويه، ان دول الشباب لسه صغيرين. ونقدر نقول احنا عاملين حاله وعندهم كاريزما. كاريزما مختلفه في حراسه المرمى. اللاعبين نفس الكلام برضو عندنا. لعيب كبير، لعيبين كتير طبعا كده عندنا. بدون ذكر اسم حد عندي في الفرقه مثلا، في عندنا وفي فرقه 2002 في بصراحه جيل 2002 جيل مستقبل النادي. بصراحه 2002 جيل مستقبل النادي الاهلي. بيقول لك هايل 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 هايل. طبعا بصراحه لا بصراحه كابتن سمير الجزار اشتغل معاهم كويس جدا. كابتن احمد الجزار اشتغل معاهم كويس جدا. ابنه تخيل بقى. كابتن سمير بيسلم لابنه بصراحه. اي مدرب مرن الفرقه دي حتى من مدربين الشباب قد كده. الفرقه دي فرقه 2002 وفرقه 2004 مر عليهم مدربين كويسين جدا. كابتن كريم السعيد مرنهم، قعد معاهم فتره 3 شهور. بصراحه الفتره اللي قعد فيهم 3 شهور دي نقل لهم خبرات كبيره جدا بصراحه. كابتن كريم السعيد ده كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي. فالخبرات اللي عنده نقلها لعيبه يعني، حتى لو الفتره القليله اللي قعد معاها لا ادى الفرقه كتير بصراحه يعني. بجد عايز اطول معاكم لكن الوقت بيقفل عليا يعني. الحمد لله دي ما وقتش. الحمد لله مشكله. وقال شرفتنا ونورتنا. الله يخليك كابتن خالد، الف شكر والف مبروك لمنتخب مصر وبالتوفيق ان شاء الله. الكؤوس اللي بجوار النادي ان شاء الله نجيب اكتر واكتر. شكرا كابتن وائل. شكرا كابتن خالد، نورتنا وشرفتنا. ربنا يكرمك كابتن خالد، والف مبروك للنادي الاهلي ومبروك لمنتخب مصر ومبروك لكره اليد المصريه كلها ان شاء الله. الحمد لله. في نهايه الحلقه بشكر كل الساده المشاهدين اللي كانوا متابعين النهارده على قناه الاهلي، وفي النهايه شكرا والى اللقاء. Thank you.